قصة حروف شعار رفعه معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته هذا العام، والتي تأتي تجسيدا لرؤية إمارة الشارقة في التأكيد على قيمة الكتاب وقدرته على أن يكون بوابة للانفتاح على العالم بكل ثقافاته ولغاته المتعددة، حيث يأتي هذا العام والإمارة الباسمة تستعد لتكون العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، بعد أن تم اختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. يعني الشارقة دائما سباقة في هذا المجال، وهي بتعتبر، أنا بعتبر أن الشارقة في الوطن العربي هي عاصمة الثقافة في الوطن العربي. وصراحة يعني الإخوة القائمين على تنظيم المعرض يعني دائما وابدا بيبذلوا دور يعني رائع جدا في مساله التنظيم، ولافت نظر، يعني التنظيم لافت جدا، وهذا الاقبال الشديد اللي احنا ملاحظينه ان كان يؤكد فانما يؤكد على نجاح هذه التجربه سنويا. ويعتبر معرض الشارقة للكتاب حدثا دوليا يشهد مشاركة مئات من الكتاب والروائيين، إضافة إلى أكثر من 1800 دار نشر عربية وعالمية تمثل 77 دولة تستعرض أحدث وأرقى الإنتاجات الفكرية حول العالم بعدد عناوين وصل إلى أكثر من 1,600,000 عنوان. نحن اليوم في معرض الشارقة للكتاب في دورته 37، فخورين بأن احنا ككتاب وناشرين أيضا أن احنا مشاركين في هذا المعرض، وأن هذا المعرض هو بوابة لكل الكتاب ولكل الناشرين، نستطيع من خلالها أن نتنفس وأن نكون أكثر انفتاح للمتلقين لقراءة إصداراتنا في هذا المعرض. العديد من الفعاليات المتنوعة يقدمها معرض الشارقة للكتاب إلى زواره، تهدف في مجملها إلى جذب محبي الثقافة والأدب العربي والعالمي، إضافة إلى العديد من أعمال المسرح الخاص بالطفل وورش فنية تدريبية متنوعة وعناوين عدة تستهدف بناء الإنسان وتكوين وجدان الناشئة. يعد هذا المعرض أحد أهم الاحتفاليات الثقافية والأدبية التي يترقبها عشاق القراءة والكتب، حيث يجمع القراء ودور النشر والأدباء والمثقفين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.